هو صحيح الدكتور مصطفى مدبولي مكمل معانا في رئاسة الحكومة ولا هيكون في بدائل ومفاجآت بالدقيقة 90؟ وإيه اللي قاله مدبولي عن شخصية رئيس الحكومة الجديدة؟ تعالوا نشوف اللي حصل النهاردة في المنطقة الصناعية في بورسعيد، وكمان إيه قصة مليارات الدولارات اللي تعهد مدبولي بتحقيقها. بانكير، نبض البنوك. أكيد كلنا عارفين إن في تغييرات وزارية أو تشكيل حكومة جديد خلال ساعات، والكل بيتكلم عن شكل وملامح الحكومة الجديدة، وأغلب التوقعات بتقول إن الدكتور مصطفى مدبولي مكمل معانا، واللي حققه الراجل في منصبه مش قليل. وأغلب الأزمات كانت خارجة عن إدارة الحكومة، ومحدش يقدر ينكر اللي عملته حكومة مدبولي من إنجازات، سواء قبل أزمة الدولار أو بعدها. ومدبولي كمان من رؤساء الوزراء اللي بيحظوا باحترام الشعب والثقة كمان فيه، وده لأنه رجل دولة واقتصاد وأرقام وفاهم هو بيقول إيه كويس. المهم نرجع لموضوعنا، هو تشكيل الوزير الجديد. غالبا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر الحالي كشف عن اسم رئيس الحكومة الجديد من غير ما ياخد باله. ازاي؟ هنقول لحضراتكم. النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي كان في زيارة تفقدية لعدد من المناطق الصناعية في بورسعيد، وتحديدا في مصنع براميز لصناعة الإطارات، واللي دخل بالفعل في مرحلة إنتاج الإطارات في واحدة من أهم الصناعات في العالم. وخلال الزيارة اتكلم الدكتور مدبولي في حاجات كتير، وكلها بتقول إن هو نفسه اللي مكمل كرئيس حكومة، واللي قاله النهاردة بمثابة برنامج عمل الحكومة الجديدة. مدبولي رجع النهاردة واتكلم عن أهمية مسألة زيادة الصادرات في المرحلة اللي جاية قدام الحكومة، وإن تحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030 قابل للتطبيق، ومش كده وبس، ده كمان ممكن نتجاوزه. وقال نصا إنه عشان نحقق المستهدف يجب أن تتجاوز قيمة التصدير 145 مليار دولار بحلول 2030 مقابل حوالي 53 مليار دولار في 2023. وقال مدبولي كمان إن الحكومة بتتابع على مدار اليوم وعلى مدار الساعة كل مستثمر جاد، وقال نصاً: أؤكد مكتبي مفتوح لأي مستثمر جاد، ومستعدين لتذليل أي عقبات لتمكين المستثمرين الجادين من تحقيق مستهدفاتهم. والجملة الأخيرة بتأكد إن الدكتور مصطفى مدبولي هو رئيس الحكومة الجديدة وعارف إنه مكمل، وعشان كده استخدم لغة المسؤول اللي موجود ومكتبه مفتوح على طول. وعلى فكرة إحنا بنتكلم على اسم رئيس الحكومة بس، ولكن أكيد هيكون في تغييرات في عدد كبير من الوزارات، لأن التغيير سنة الحياة وكل مرحلة وليها رجالها. كمان مدبولي أكد أن برنامج الحكومة اللي جاي هو تطوير وتوطين الصناعة في مصر، والتوسع في التصدير لتوفير الموارد الدولارية للبلد، وأن الصناعة هي قاطرة التنمية خلال الفترة القادمة، وده كلام مسؤول مكمل وعنده خطة وعارف هيعمل إيه في المرحلة اللي جاية. كانت معاكم سارة مجدي من بانكير. بانكير، نبض البنوك.